تحدث عن هذه السيارات والتي كيف يمكن لها فعلا كما تقول أمريكا أن تواجه القوات الروسية. إذن سويتش بليد الانتحارية استخدمتها القوات الأمريكية في أفغانستان وأماكن أخرى. البيت الأبيض في الواقع لا يزال يفكر في تزويد أوكرانيا بها كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة. هناك نوعان مختلفان من تلك المسيرات. النوع الأول يحمل الرقم 300، صمم لتوجيه ضربات محددة ضد أفراد. أما الثانية كما قلنا سويتش بليد فتحمل الرقم 600 وتهدف إلى تدمير الدبابات والعربات المدرعة. هي قنابل ذكية آلية مجهزة بكاميرات ونظام توجيه، ويمكن برمجتها لضرب هدف على بعد أميال. هذه الطائرة باستطاعتها الطيران مدة 40 دقيقة ولمسافة تصل إلى 50 ميلا. يشير تقرير شبكة NBC الأمريكية إلى أن تلك المسيرة أرخص بكثير من صواريخ مثلا هيلفاير التي تطلبها مسيرات ريبر الأمريكية. سويتش بليد تطير بأسرع بكثير من طائرات مثلا بيرقدار التركية التي تستخدمها أوكرانيا، ومن المفترض أن تكون قادرة على اختراق الدفاعات الجوية الروسية. تلك الطائرة مزودة بكاميرات تظهر الهدف قبيل ثوان من إصابته، لكن غالبا ما تستخدم مع مسيرة، أي مسيرة مراقبة صغيرة، وذلك من أجل رؤية أفضل لساحة المعركة. تقرير الشبكة الأمريكية يرى أنه في حال تسلمت أوكرانيا هذا النوع من الطائرات فقد يؤدي ذلك إلى استخدام السلاح الأكثر أهمية في القتال حتى الآن.